السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة عايزين نتكلم على how to create a theme using Microsoft Teams. بداية كده احنا في الاول خلص احنا ليه هنعمل تيم باستعمال برنامج مايكروسوفت تيمز. في العادي احنا في الكلية هنلاقي كل واحد فينا لما يجي يفتح برنامج مايكروسوفت تيمز هيلاقي عنده التيمز الاساسية اللي احنا بنتعامل فيها مع الطلبة، متعرفة بالسنة الدراسية وبالسنة نفسها الفرقة الدراسية، سواء سنة أولى سواء سنة تانية سواء تالتة سواء رابعة، ومتعرفة باسم الموديول أو اسم المادة على حسب الجزء بالضبط اللي احنا بناخده. تمام. طيب لو في دكتور حابب ان هو يعمل تيم بينه وبين مجموعة من الطلبة خارج السياق ده، او مثلا الالكتيف ستادي، الدكاتره الخاصين بتدريس ماده الالكتيف ستادي كل واحد فيهم عايز يعمل بينه وبين المجموعه الطلبه اللي هو بيدرس لهم عايز يعملوا تيم، او حد عايز يعمل تيم لاي سبب كان. تمام. تعالوا نشوف الخطوات اللي احنا عن طريقها هنعمل التيم ده واحده واحده. اول حاجه انا فتحت برنامج مايكروسوفت تيمز، سواء فتحته عن طريق الابلكيشن سواء فتحته عن طريق ان انا فتحت جوجل كروم وكتبت على لينك بار office.com ومنها دخلت على مايكروسوفت تيمز، هلاقي هو ده المنظر اللي هيجيلي. تمام. في سايد بار كده فيها اكتيفيتي وشاتنج وتيمز واساينمنت، انا بختار كلمه تيمز، دي التيمز بتاعتي ودي التيمز الاكتف معايا حاليا. طيب انا عايز اعمل تيم جديد، هلاحظ فوق على اليمين في حاجه اسمها join or create team، هضغط عليها علشان اعمل create للتيم اللي انا عايزاه، ثم هضغط على create a team. هلاقي عندي بيقول لي ان في 3 انواع اساسية وفي انواع اخرى. طيب ايه 3 انواع اساسية دي؟ اول نوع هو نوع class اللي هو ده اللي احنا بنستعمله، ان ده team بين دكتور ومجموعة من الطلبة، team بين مجموعة من الدكاترة ومجموعة من الطلبة. PLS او professional learning community ده team ما بين مجموعة من الدكاترة فقط. تمام. ثالث حاجة staff ده تيم بين الادمنستريتورز نفسهم. تمام. ادارة الكلية نفسها، عميد الكلية، وكيل الكلية، رؤساء الاقسام، فهو تيم قصده الاهم هو الادمنستريشن اكتر من ان هو جزء الليرنينج بين الطلبة والدكاترة او بين الدكاترة وبعض. فالتيم اللي احنا هنعمله حاليا هو تيم الكلاس او اي نوع فيهم، هم كلهم شبه بعض في الاوبشنز، فأهم حاجة ان انا هختار نوع التيم. انا حاليا بختار الكلاس، وبعد كده هلاقيه بيقول لي الاسم لو احنا عايزين نعمل اسم للتيم، اي تيم، الطريقة العادية او المفضلة ان احنا بنعمل بيها تيم. الطريقة دي بتتمثل في 3 حاجات، ان احنا بنكتب السنة الدراسية او العام الدراسي اللي احنا داخلين عليه، احنا داخلين على عام 2022 فده العام الدراسي، وبعدين نكتب الفرقة الدراسية اللي احنا مهتمين بيها او ان احنا المفروض هندرس لها سنة اولى تانية تالتة او رابعة. تمام. زي مثلا لو سنة تالتة، وبعدين هنكتب اسم المادة اللي احنا هندرسها زي مثلا فاميلي ميديسن. تمام. اوكي. الحاجات دي اوتوماتيك هتلاقوها موجودة، انا اقصد الاسم ده لمجرد لو حد عايز يعمل اسم، يعمل اسم ايه يعني، بس ده اسم افتراضي، اي حد حابب يحط اي اسم تاني اوكي ممكن يتحط عادي. الديسكريبشن ممكن نسيبه فاضي او ممكن نكتب كلمتين خاصين بالمادة اللي بتدرس نفسها. هلاحظ ان في تحت هنا اوبشن اسمه create a theme using an existing theme as a template. لو انا عندي تيم اوريدي، التيم ده انا مظبطة فيه السيتنج، مظبطة فيه كل حاجة، ومهم قوي 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 لو انا تيم مظبطة فيه السيتنج ان انا اخد نفس التيم ده واعمل منه تيمز جديدة على اساس ان السيتنج تبقى واحده، فانا ما اقعدش ان انا اغير السيتنج كل شويه. تمام. مجرد ما بضغط عليها بيجيب لي التيمز كلها اللي عندي، ان انا اقدر ان انا اختار اي تيم فيهم. يعني انا مثلا ممكن اغير رايي واقول لا انا عايزه زي year 1 problem based learning module for 2، او year 1 مثلا cardiovascular module، واقول له هو ده التيم اللي انا عايزاه، بقول له اوكي اعمل لي تيم ده وسميه اسم التيم وكوبي جنب منه، او انا ممكن اشيله خالص واعمل انا اسم جديد 2022 مثلا year 2 واي مثلا موديول blood and lymph، اي نوع اي اسم. تمام. طيب هو ابتدي يقول لي انت عايز ايه بالظبط ان هو يتعمل، يبقى including
عايز التشانلز نفسها، والتشانلز على فكرة ممكن اشيلها عادي، لو ضغطت هنا على اي حاجة بلاقي التشانل بتنور، ممكن ان انا اشيل التشانلز لو انا مش عايزة التشانلز، لو عايزاها باخدها. التابس دي اللي هي الفايلز والاوبشنز اللي موجودة فوق، ده للناس اللي بيحطوا تابس جديدة، بس احنا مش بنحط، فعادي ان انا احطها او اشيلها. التيم سيتنج ودي مهمة جدا جدا جدا، لو انا مغيرة في السيتنج بتاع التيم ده. الابلكيشنز الافيلابل، لو انا كنت ضايفه ابلكيشن جديده على التيم ده. المهم بالنسبه لنا هنا ايه؟ المهم التشانلز لو التشانلز دي انا عايزاها، مهم التيم سيتنج لو انا مغيره التيم سيتنج، مهم الممبر لو انا عايزه الطلبه دول يبقوا في نفس التيم ده. تمام، وبعدين هعمل كرييت. تمام، انا مش عايزه الطلبه دلوقتي بحيث ان انا بعمل حاجه يعني مؤقته. تمام، وبعدين هعمل كرييت للتيم، يبتدي ان هو يعمل لي لودنج ويقول لي ان هو خلاص التيم كرييت، يور نيو تيم از ريدي، جاب لي التابه دي تحت. تمام، وبعدين هو بيقول لي انت عايز تضيف ممبرز للتيم ده ولا لا. لو حد فيكم دخل على التيم الخاص بيه هيلاقي ان الجزء ده، الجزء الفاضي ده مش موجود اصلا عنده، هيلاقيه نوت افيلبل. تمام، طيب لو حد لقى ان الجزء ده نوت افيلبل هينزله ازاي؟ هقول لكم دلوقتي خطوات ازاي ان انا انزل الجزء ده. هو الجزء ده اصلا في الاول اهميته ايه؟ اهميته ان انا بدل ما ادخل ايميل الطالب ايميل ايميل وان باي وان، ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها بالك امبورت، يعني ان انا ادخل مثلا سي 10 ايميلات مع بعض، 100 ايميل مع بعض، واحطهم كلهم هنا جنب بعض او تحت بعض، واعمل بالك امبورت ويدخلوا كلهم مره واحده. طيب انا بدخل دي ازاي؟ في حاجة اسمها ريفايند مايكروسوفت تيمز، دي انا ممكن انزلها عن طريق الجوجل كروم عادي جدا. هفتح هنا مثلا نيو تاب واضغط على الجوجل كروم العادي والجوجل سيرش، وبعدين هكتب ريفايند نيو مايكروسوفت تيم اكستنشن. تمام، هختار ال ريفايند مايكروسوفت تيمز اكستنشن اللي من الكروم، هضغط عليه. تمام، وبعدين هعمل داونلود للزب فايل وامشي على الخطوات دي، ان انا هداونلود ثم هانكمبرس. تمام، اوكي، خلينا نمشي خطوه خطوه عشان ما حدش يتلخبط. انا خلاص عملت داونلود. تمام، هبتدي ان انا كنت حاطاه فين؟ انا حطيته هنا، هنا فين؟ على الديسكتوب. فهبتدي ان انا هضغط رايت كليك واقول له اتس اتراكت تو، اسم الفولدر. تمام، ده عشان انا كنت منزلاه قبل كده. تمام، فهو خلاص نزل لي، عمل لي انكمبرس لي ونزله لي فولدر لوحده. اوكي، هبتدي ان انا ارجع تاني على الجوجل كروم، هتبع الخطوات. انا خلاص عملت الانكمبرس، هضغط على الكروم وي اكستنشن، كروم اكستنشن. تمام، احطها هنا في النيو تاب. اوكي، هتاكد ان الديفلوبر مود از اون. تمام، وبعدين هعمل لود ام باكت، وبعدين هضغط على الفولدر اللي فيه ريفايند مايكروسوفت تيمز، هلاقيه قال لي ان الاكستنشن لودت وابتدى ان هو ينزل لي هنا. تمام، وانا بكده بقى عندي الجزء ده. تمام، اللي مش ظاهر عنده الجزء ده وعامل الخطوات اللي قلت عليها هيلاقي الجزء ده ابتدى يظهر عنده، وهدف الجزء ده ان هو ان انا اقدر اضيف عدد لا نهائي من الطلبه مره واحده. تمام، طيب خلينا نسكب نقطة add members. هو كده عمل لي التيم خلاص. طيب التيم ده ايه الحاجات اللي انا ممكن اغيرها فيه؟ الحاجات المهمة، بلاش ندخل في تفاصيل كتير. انا هروح على، هتك على التلات نقط اللي جنب الاسم، وبعدين هضغط على manage team، وبعدين هضغط على setting. هدفي في setting ده team theme، لو انا عايز اغير اسم شكل التيم ده وخليه لاي شكل انا عاجبني، او ان انا ممكن اعمل ابلود لصوره من عندي على الجهاز. تمام، دي اول حاجه. الاوبشن الثاني اللي مهم برضو في السيتنج هي التيم كود، ان انا ممكن اعمل كود، الكود ده اشيره للطلبه للدكاتره اللي انا عايزاهم يخشوا على التيم ده مباشر، من غير ما يجيب لي ريكوست، ومن غير ما يجيب لي ان انا ان يقول لي ان الطالب ده عايز يجوين وانت لازم تاكسبت الريكوست ده. لا، انا عارفه الطلبه دول وشور ان هم دول بس اللي هيخشوا، مفيش حد تاني هيخش، هعمل شيرنج للكود ده اوتوماتيك هيدخل الطلب. طيب ايه الطريقه الثانيه اللي انا ممكن اعمل شير ليها للتيم ده بيني وبين الطلبه، او بيني وبين الدكاتره زمايلي، بس
اكون عايزه حد يعني مثلا الطلبه لما يخشوا او زميلي لما يدخل يتبعت لي نوتيفيكيشن ويقول لي اكسبت الشخص ده. هنن هضغط على الثلاث نقط بس بدل ما هختار المانجر تيم هختار جيت لينك تو تيم. تمام، هيجيب لي اللينك، هعمل له كوبي واشيره بيني وبين الدكاتره او بيني وبين الطلبه اللي انا عايزاهم يخشوا على التيم ده. تمام. النقطه الثانيه المهمه جدا جدا جدا، تمام، ان انا لما تقول لما الطلبه او الدكاتره زمايلي يجي يخشوا هنا على التيم هلاقي بيجي لي هنا في البندنج ريكوست، تمام، ان في طالب فلان الفلاني عايز يجوين وهقول له ان انا اكسبت او ابروف للشخص ده، لكن هو بينوك الباب يعني. تمام. طيب الحاجه المهمه كمان برضو معانا هنا وانا بعمل التيم ان انا لازم اتاكد ان كل التشانلز تمام مقفوله على الطلبه ومفتوحه بس للدكاتره. لازم اتاكد من كل تشانل، اضغط على الثلاث نقط وبعدين اضغط على مانجر تيم، اتاكد ان اونلي اونر كام بوست دي موجوده. طب انا ليه هنا لقيتها موجوده جاهزه؟ علشان خاطر انا اوريدي كنت واخداه من السيتنج بتاع التيم اللي قبل. تمام. الجنرال بلاقيها، التيمز الثانيه اللي هي الاي بورتفوليو والليكتشر والسكشنز، التيمز دي اللي هي تيمز الاضافيه مش التيم الاساسي، لما باجي حتى اعمله كوبي بياخد كوبي بشكل التيم باسم التيم بس، لكن السيتنج لازم ان انا اقعد اعملها من اول وجديد. تمام. فانا هنا هدخل على كل تيم وبعدين اخلي المودريشن للاونرز بس، هم دول اللي يقدروا يغيروا، اخلي الممبرز يقدروا يريبلاي لكن ما يقدروش يعملوا اي حاجه تانية غير كده. تمام. وكذلك هروح نفس الموضوع برضو في التشانل اللي بعدها. تمام. في كل تشانل لازم اعمل الخطوات دي علشان اتاكد ان الطلبه مش هيقدروا ان هما يعملوا بوستنج لاي مسج خالص. تمام. يبقى دي الجزء بعد كده ان انا بظبط السيتنج بتاع التشانلز. طيب عايز اعمل ايه تاني؟ محتاجه ان انا اظبط الاوبشنز بتاعه الفايلز نفسها. طيب لو انا جيت دخلت على جنرال شانل ودخلت على الفايلز هلاقي اوتوماتيك في فايل معمول اسمه كلاس ماتيريالز. تمام. كلاس ماتيريالز ده لو دخلت عليه الفولدر ده ريد اونلي كلاس فايلز، ده محمي جاهز ان الطلبه مش هيعرفوا يغيروا فيه اي حاجه خالص. تمام. طيب لو انا عايزه، لو انا جيت دخلت مثلا على الاي بورتفوليو ودخلت على الفايلز بتاعه الاي بورتفوليو هلاقيه كاتب لي drag files here من غير اي حمايه خالص. طب افرض انا بقى عايزه احط هنا حاجه وبرده مش عايزه طالب يعمل editing عليها، هعمل ايه؟ هدخل على كل التشانل، الخطوات دي هتكرر في هنا والليكتشر والسكشنز. تمام. هضغط على الفايلز وبعدين هضغط على open and SharePoint. تمام. وبعدين هضغط على الفولدرز نفسها. اوكي، يعني مثلا ده الاي بورتفوليو، هلاقي هنا سوري هقولكوا انا جبت دي منين، الاي بورتفوليو اهو ده الفولدر نفسه بتاع الاي بورتفوليو. هروح اضغط على بروبرتيز اللي هي العلامه الاي دي. تمام. وبعدين هضغط على مانج اكسس، وبعدين هلاحظ هنا ان الاونرز مفتوح لهم كل حاجه وده عادي. هلاحظ هنا دول الفيزيتورز. تمام. الفيزيتورز موجوده فوق اهي، معمول لهم ان هم كان فيو وده صح برضو. هلاقي هنا الممبرز معمول لهم ايه، كان اديت، دي بقى اللي انا عايز اشيلها، اخلي الممبرز كان فيو، هضغط على كان فيو، هتاكد ان علامه انها القلم مقطوش او يعني علامه الداش موجوده على القلم دي. تمام. إيه، هعمل نفس الخطوات. اوكي، برضو في الاثنين تشانلز التانيين الليكتشر برضو هختار، هدخل على فايلز ومن فايلز هقوم جايه رايحه على open and share point. تمام. وبعدين برضو هضغط على علامة البروبرتيز وبعد كده manage access، بعيد الخطوات تاني اهو، وهعمل هنا can view. تمام. وبعدين فاضل لي مين السكشنز برضو. تمام. files وبعدين open and share point. تمام. وبعدين properties. تمام. وبعدين بعد Properties هعمل Manage Access ثم Can View. تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده خلصت عملت الثيم،
ظبطت السيتنج بتاعي، ضفت الطلبة، تمام. انا هقول لكم حتة ان انا اضيف الطلبة البالك امبورت دي، هقول لكم ازاي ممكن نعملها، تمام. وظبطت التشانلز بالاوبشنز والسيتنج بتاعها. طيب تعالوا معلش نرجع تاني للاد ممبرز والبالك امبورت. طيب ده البالك امبورت ده، انا ممكن هنا لو انا معايا ايميلات الطلبة، تمام، معايا ايميلات الطلبة في اكسل شيت، تمام، اهي ايميلات الطلبة في اكسل شيت، وانا عايزة احطها عندي على التيم. هحطها ازاي؟ هلاحظ ان انا عاملة كولومن كده، تمام، وفي فاصلة منقوطة جنب كل ايميل، تمام. لازم الحركة دي ان انا اعملها، ان انا هعمل اعمل كولا، تمام، واحط العلامة دي، اوكي، واعملها كوبي لكل الكولوم نفسه من اوله لاخره. وبعدين هعمل ايه؟ هختار اسم الايميل وجنبه الكولوم ده بتاع الفاصلة المنقوطة، اخده كوبي وافتح فايل نوت باد واحطه فيه، وبعدين هبدأ ان انا اشيل السبيس ده، تمام. هضغط على اي سبيس، وبعدين اضغط على edit، وبعدين replace، وبعدين replace all. ولاحظ ان كده كل السبيسز دي راحت، لان انا مطلوب مني ان ميبقاش فيه سبيس بين الايميل وبين الفاصلة المنقوطة. اخد كل ايميلات الطلبة دي copy، وبعدين اروح احطهم paste في المكان اللي انا عايزة الطلبة كلهم يتحطوا فيه، وبعدين هضغط على bulk import، تمام. ده برضو علشان ما تهوش ازاي ان انا بحط الطلبة عندي بطريقة البالك امبورت وان باي وان، طبعا بحطها عادي. طيب ان انا باخد كوبي لايميل ايميل واحطه هنا، والتيتشرز برضو نفس النظام، او ان انا اسهل طبعا ان انا اخد الكود واشير الكود بيني وبين الطلبة او بيني وبين الدكاترة، تمام. احنا كده خلصنا خلاص ازاي ان انا اعمل تيم، وازاي ان انا اغير في السيتنج بتاعي، وايه اهم السيتنج اللي انا بغير فيها. طيب في الاخر خالص، انا التيم بعد ما عملت في كل حاجه وظبطت كل حاجه، السنه الدراسيه خلصت وانا مش عايزه التيم ده تاني، عايزه اشيله ادليت، يعني انا عايزه مش ان انا اشيل التيم، ادليت التيم، تمام، مش ارشيف التيم، ادليت التيم. هضغط على الثلاث نقط دول، تمام، وبعدين عندي اوبشن ان انا اشيل التيم خالص كديليت، عندي اوبشن ان انا اعمله هايد، اشيله بس من قدامي، تمام. طيب في اوبشن تالت بقى، ان انا اعمل ارشيفنج للتيم. اوصل له ازاي؟ في علامه السيتنج عندي دي اللي هي جنب جوين او كرييت تيم، بضغط عليها، وبعدين بضغط على مانج تيمز، تمام، وبعدين بلاقي التيمز قدامي الاكتف، تمام. اي تيم فيهم اكتف بضغط على الثلاث نقط، واقدر ان انا اعمل ارشيف التيم، تمام، اللي انا خلاص مش عايزاه تاني عندي، عايزاه عندي اوكي بس عايزاه يبقى ارشيفد، مش عايزاه اكتب عندي، تمام. بس احنا كده خلصنا خلاص التيم، وقلنا الحاجات المهمه فيه، ازاي ان انا اعمل تيم، ازاي ان انا اغير السيتنج، ازاي ان انا اعمل التشانلز المختلفه، وازاي ان انا في الاخر اعمل ديليت او اعمل ارشيف او اعمل هايد للتيم لو انا عايزه، تمام. بس وان شاء الله المره الجايه نقول حاجات تانية برده مختلفه. السلام عليكم.